بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. عندما نكون بصدد كتابة نص باللغة العربية على برنامج VSDC فإنه قد تواجهنا بعض المشاكل. فيما يلي سنقوم بتجربة كتابة نص باللغة العربية، ولنكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم بتكبير الخط قليلا. كما تلاحظ عزيزي المشاهد فإن الحروف مفرطة ومتفرقة وبعيدة عن بعضها، وكذلك فإنها غير مقروءة. لحل هذه المشكلة سنقوم بتنزيل برنامج يسمى Arabic Text Reverser. سنقوم بالبحث عن البرنامج، سنقوم بكتابة داونلود Arabic Text Reverser. على كل حال سأقوم بوضع رابط تنزيل البرنامج أسفل الفيديو. نقوم بالضغط على داونلود. وننتظر قليلا حتى يتم تنزيل الملف على الجهاز. ومن ثم نقوم بتثبيت البرنامج. بعد أن تم تثبيت البرنامج بنجاح، نقوم بتشغيله، ثم نكتب النص المراد كتابته على برنامج VSDC، وليكن بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقوم بالضغط على تحويل، ثم نفتح برنامج VSDC. ونقوم بالضغط على مفتاح كنترول و V. نقوم بتكبير الخط قليلا. كما تلاحظ عزيزي المشاهد تم كتابة النص العربي على البرنامج بنجاح بدون أي مشاكل. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بهذا المقطع. لا تنسوا الضغط على لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس لتصلكم الأجزاء التالية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.